أهلا بكم مشاهدينا في المراقب من القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر، معكم ياسر رشدي. نناقش في ملفاتنا الليلة: مع استمرار الانكماش لفصلين متتاليين، هل تواجه أوروبا شبح الركود العميق؟ عند 2.3 مليون برميل، أوبك تبقي على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري. بعد سياسات تشددية وصلت إلى نحو عام، هل يتجه الفيدرالي الأمريكي لتثبيت أسعار الفائدة اليوم؟ من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. تواجه منطقة اليورو تحديات اقتصادية كبيرة ستدفع أوروبا بأكملها إلى مرحلة ركود عميق تحت وطأة ارتفاع معدلات التضخم وتأثيرها على المستهلكين، وفي ظل الانعكاسات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية. المزيد نتابع في سياق التقرير. الركود الحتمي هاوية انزلق الاتحاد الأوروبي إلى قاعها بعد انكماش اقتصادي منطقة اليورو بنسبة 0.1% في الربع الأول من العام الجاري على أساس فصلي، وبنسبة مماثلة في الربع الأخير من العام الماضي، ما يعني وقوعها رسمياً في ركود اقتصادي، وذلك بعد الانكماش لفصلين متتاليين. ضعف الاقتصاد في منطقة اليورو بالربع الأول كان بسبب تراجع إنفاق الحكومات وإحجام العائلات عن الشراء بفعل التضخم المتزايد. وبحسب وكالة بلومبرغ، فإن من المرجح أن تعاود المنطقة النمو خلال الربع الحالي. للنقاش أكثر في هذا الموضوع انضم إلينا من لندن الدكتور أنور القاسم، الخبير في الشأن الاقتصادي الأوروبي. بداية تحية لك دكتور. دكتور هل تسمعني؟ إذن يبدو أن لدينا مشكلة في التواصل مع الدكتور أنور القاسم الخبير في الشأن الاقتصادي، ربما نعاود التواصل معه مرة أخرى. بطبيعة الحال نشير هنا مشاهدينا الكرام حتى عودة الصوت إلى هذه التحديات الاقتصادية الكبيرة التي ألقت بظلالها على مدى الفترة الماضية في منطقة اليورو بالتحديد، وإذن بعد الدخول في ربعين متواليين من الانكماش بشكل رسمي، إذن منطقة اليورو تدخل إلى مرحلة ركود، وربما يصف الاقتصاديون هذا الركود بأنه ركود عميق. هنا بطبيعة الحال لابد من الإشارة إلى مسألة ارتفاع معدلات التضخم وهذا التأثير المباشر على المستهلكين وحركة البيع والشراء، وأيضا في جانب آخر هناك بالتأكيد انعكاسات واضحة ومباشرة للأزمة الروسية الأوكرانية على منطقة اليورو بشكل كامل، وهو ما دفع عدد من الاقتصادات المختلفة في التكتل الأوروبي الأقوى إلى أن يدخل في مرحلة الركود. دكتور أنور القاسم الخبير في الشأن الاقتصادي الأوروبي، هل تسمعني الآن؟ نعم أسمعك. نعم مرحبا بك دكتور أنور. نعم مرحبا بك دكتور. بعد انكماش وصلت نسبته إلى 1% لفصلين متتاليين كما تعلم حضرتك وحسب يورستيت، هل أصبحت أوروبا بالفعل معرضة ربما لأزمات أكبر تقودها إلى ركود عميق، وما مدى الزمني لهذا الركود برأيك؟ لأن البعض يعتقد أن هذا الركود ربما يمتد لفترة طويلة. يعني حقيقة أنا أميل إلى أن هذا الركود هو ركود تقني،
أكثر منه ركودا عميقا، بمعنى آخر هو فقط ركود لفصلين، هذا يعني أن أوروبا لم تستطع أن تسجل أي نمو وبالتالي دخلت مرحلة الركود. بريطانيا يعني مرت بظرف مشابه في الفترة السابقة لكنها لم تدخل ركودا عميقا. أوروبا الآن لا زالت تعاني كما نعلم جميعا من ارتفاع أسعار الطاقة، رغم بطبيعة الحال انخفاض أسعار الطاقة في الفترة السابقة بعد ارتفاع كبير جدا أثر على النمو الاقتصادي بشكل عام في أوروبا. أيضا سلاسل الغذاء في أوروبا تأثرت بشكل كبير لكنها عادت إلى يعني إلى الطريق الصحيح أو إلى الأسعار معقولة. المشكلة التي تواجهها أوروبا في اعتقادي الآن هو الركود في أكبر اقتصاد فيها وهو الاقتصاد الألماني. أيضا ارتفاع أسعار الخدمات في أوروبا لا زال يضغط على يعني على الاقتصاد بشكل عام. لا ننسى أيضا أن أوروبا كانت من الدول السباقة في خفض التضخم فيها. نحن نعلم أن أوروبا يعني التضخم وصل إلى 10.6 وهي من الأعلى على مستوى العالم منذ أكثر من 40 عاما، لكن أوروبا استطاعت من خلال سياسات اقتصادية حكيمة، من خلال تدخل البنك المركزي الأوروبي، من خلال التعاون فيما بينها إلى خفض هذا التضخم. الآن هو بحدود ما بين 5 إلى 6%. طبعا هي يعني عيون أوروبا على خفض التضخم إلى 2.1%، لكن هذا قد يستغرق ربما لعام 2025. ومع ذلك أنت دكتور ترى أنه أوروبا لم تدخل في هذا الركود العميق، لأنك أشرت إلى ألمانيا دكتور. ألمانيا طبعا وهي الاقتصاد الأكبر في أوروبا كما تعلم أعلنت عن دخولها في مرحلة الركود. ما هو تأثير هذا الإعلان بشكل عام على اقتصاد هذا التكتل الأوروبي؟ طبعا هذا يؤثر بشكل كبير. نحن نعلم أن ألمانيا هي التي تقود اقتصاد أوروبا، هي أكبر اقتصاد في أوروبا، أيضا هي المحرك الأساسي للصادرات والواردات. أيضا لذلك دكتور أنا يعني أستغرب بعض الشيء أن حضرتك لا ترى أن أوروبا دخلت هذا الركود، مع أن قاطرة الاقتصاد الأوروبي ألمانيا أعلنت بشكل واضح أنها دخلت هذه المنطقة، منطقة الركود. نعم نعم هي دخلت ركود وأوروبا داخل الركود، لكن نسبة التضخم حقيقة في أوروبا تختلف مثلا من دول الشمال إلى دول الجنوب أو الدول الفقيرة في أوروبا. هذا أولا. صحيح. ثانيا فصلين، يعني نتحدث فقط عن فصلين من الانكماش، يعني هذا يعتبر اقتصاديا يعتبر يعني تقنيا ركودا تقنيا وليس ركودا عميقا. إذا استمر الركود، ما الذي تعني دكتور بالركود التقني؟ يعني لم تصل إلى مرحلة الركود العميق تعني ذلك؟ نعم هذا صحيح. الركود العميق يعني أن النمو توقف بشكل كامل في أوروبا. ثانيا أن التضخم لا زال مرتفعا ولا تستطيع دول أوروبا أن تسيطر عليه، هذا يعني ركودا. أيضا نسبة الصرف والاستهلاك المحلي في أوروبا ينخفض بشكل كبير، ترتفع أسعار المواد الأولية، أسعار الطاقة ترتفع، إمدادات الغذاء قد يحدث لها أي عائق، الصادرات تنخفض، الواردات ترتفع في أوروبا. أيضا اليورو وهو ثاني يعني عملة على مستوى العالم من حيث التداول أيضا قد يضعف. لكن كل هذه المؤشرات حقيقة غير مجتمعة الآن لنتحدث عن ركود عميق. نعم. قد إذا استمرت الحرب الروسية الأوكرانية وحدث أي خلل لإمدادات النفط أو إمدادات سلاسل الغذاء، نعم هنا يمكن أن نتحدث عن ركود يضرب أوروبا وقد حتى يقود بعض الدول إلى نوع من الديون، نوع من الإفلاس. لا ننسى أن أوروبا بشكل عام الآن لديها مديونية معقولة يعني تقارب 80% من حجم الإنتاج الداخلي. طبعا هذا يختلف من دولة إلى أخرى وهذا يساعد أوروبا على ألا تدخل حقيقة في ركود عميق. طيب دكتور، الاتحاد الأوروبي كما تعلم ملازم للقرارات الأمريكية أو التوجهات الأمريكية في عالم الاقتصاد. وضع الاقتصاد الأوروبي كما هو واضح يتدهور، بينما في الجانب الآخر يتحسن الاقتصاد الأمريكي. هل هذا يمكن أن يدفع في مرحلة ما لانفصال بين الاتحاد الأوروبي وأكبر حلفائها الولايات المتحدة؟ يعني نعم، بالنسبة للاقتصاد الأمريكي حقيقة طبعا هو الاقتصاد الأول على مستوى العالم. الولايات المتحدة لديها المواد الأولية بشكل كامل. أيضا الولايات المتحدة استطاعت أن تسيطر على التضخم ليس بشكل كامل
لكن استطاعت أن تكون سريعة في السيطرة على التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة بشكل متوالي. هذا لم يحصل مثلا في أوروبا حتى الآن. أمريكا الآن قد يعني بشكل أو بآخر قد توقف رفع الفائدة باعتبارها صارت تسيطر على الوضع الاقتصادي. أوروبا تأثرت بشكل كبير جدا بالحرب الأوكرانية الروسية، هي الأقرب جغرافيا إلى هذه المنطقة، وبالتالي أيضا قدمت مساعدات كبيرة ولا زالت لأوكرانيا. هذا يضعف الاقتصاد الأوروبي. أمريكا لديها اقتصاد أقوى، لديها عوائد نفطية كبيرة، هي تصدر لأوروبا الآن الغاز والنفط، لديها مواد أولية كثيرة جدا. لا ننسى أن أمريكا أيضا تتبع سياسة قد تكون خطرة على أوروبا، وهي أمريكا أولا، يعني التركيز على الوضع الاقتصادي الأمريكي بغض النظر عن حلفاء الاقتصاديين الآخرين وخاصة أوروبا. طبعا هذا قد يؤثر على الصادرات الأوروبية وقد يخلف أوروبا أو يضعف الاقتصاد الأوروبي بينما ينمو الاقتصاد الأمريكي. طيب دكتور، هنا السؤال اللي حضرتك أشرت إلى أن المركزي الأمريكي رفع بشكل متوالي أسعار الفائدة، ما الإجراءات التي يمكن أن يتخذها المركزي الأوروبي برأيك لتفادي شبح الركود؟ هل يمكن أن يذهب إلى رفع أسعار الفائدة خلال قادم الأيام؟ نعم، أنا أميل إلى هذا الاتجاه. أنا يعني من خلال تصريحات محافظة البنك المركزي الأوروبي، هناك اتجاه لرفع الفائدة مجددا ربع نقطة في الاجتماع المقبل يوم الخميس يوم غد، وهذه لن تكون آخر مراحل رفع الفائدة. ما زال التضخم أو ارتفاع الأسعار كبيرا في أوروبا، فعلى أوروبا أن تتابع هذه المسيرة. أنا لا أعتقد أن يعني أسعار الفائدة ستتوقف عن الارتفاع مثلا كما سيحصل في الولايات المتحدة. أوروبا وضعها الاقتصادي خاص، مختلف تماما عن وضع اليابان مثلا، عن وضع الكثير من الدول الصناعية الكبرى خاصة الدول الثماني. أوروبا ستستمر في رفع الفائدة، قد يستغرق ذلك العام المقبل، كل العام المقبل سنرى ارتفاعات كبيرة. لا ننسى أنه مثلا مقارنة أوروبا مثلا ببريطانيا، بريطانيا رفعت الفائدة حتى الآن 12 مرة أو 13 مرة الآن، يعني ربما سيكون هناك ارتفاع يوم غد في الفائدة البريطانية مثلا. نعم. لكن أوروبا لم ترفع الفائدة سوى 8 مرات، هذا يعني لديها هامش للتحرك ورفع الفائدة للسيطرة على التضخم. دكتور أنور القاسم، الخبير في شأن الاقتصادي الأوروبي، كنت معنا من لندن، أشكرك شكرا جزيلا. في القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر نواصل المراقبة مع ضيوفنا، ولكن بعد الفاصل، تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم. أبقت منظمة أوبك على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري دون تغيير عند 2.3 مليون برميل. في الوقت ذاته أكدت أوبك أن هناك شكوكا متزايدة بشأن النمو الاقتصادي في النصف الثاني من العام 2023 في ظل استمرار ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة. للمزيد من النقاش والتحليل في هذا الموضوع ينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان دكتور عامر الشوبكي، مستشار الطاقة الدولي. أهلا بك دكتور. إذن حتى يعود إلينا الدكتور عامر الشوبكي من الأردن، نشير هنا إلى هذه التوقعات من منظمة أوبك التي جعلتها تبقي على مستوى الإنتاج عند 2.3 مليون برميل. أوبك في هذا السياق تؤكد أن هناك بعض الشكوك المتزايدة في النمو أو بشأن النمو الاقتصادي في النصف الثاني من العام 2023، على الرغم من أن تقارير كانت تقول أنه ربما يحدث بعض التغير في هذا المسار، في مسار النمو الاقتصادي في النصف الثاني من العام الحالي. لكن على ما يبدو أن تقديرات أوبك تقول أنه هذه الزيادة هناك شكوك حولها، وهناك أسباب واضحة من أوبك. تتحدث أوبك عن ارتفاع التضخم، وكنا نتحدث منذ قليل عن منطقة اليورو، أسعار الفائدة المتغيرة والمتقلبة في أكثر من مكان.
نعود فنحيي من العاصمة الأردنية عمان دكتور عامر الشبكي مستشار الطاقة الدولية. أهلا بك دكتور. أهلا تحية لك. دكتور الشبكي، برغم عدم تغيير توقعات أوبك بشأن الطلب إلا أنه ما زال هناك شكوك حول نمو الطلب في ظل ما يقال عن استمرار ارتفاع تضخم وأسعار الفائدة، هل تتفق هذه الرؤية؟ نعم سيدي، بالفعل سعدت مساء والمشاهدين، بالفعل هناك توقعات بأن يبقى نمو الطلب، لم تغير أوبك بلس توقعاتها بنمو الطلب، بل على العكس هناك زيادة هامشية تقريبا 20 ألف برميل في الطلب من 2,330,000 إلى 2,350,000 برميل. الآن هذا يأتي مع الرغم من مخاوف الركود الاقتصاد العالمي، هذا النمو على طلب يأتي معظمه من الصين، 60% من نمو الطلب سيأتي من الصين في هذا العام، والصين في الواقع حتى نموها الاقتصادي سيشكل قرابة ثلث النمو الاقتصادي العالمي إذا ما حققت نمو اقتصادي المرصود لها مع نهاية العام 5.5%. نعم. طيب دكتور، هناك كما تعلم تقلب في أسعار النفط، شهدت الأيام الماضية هبوطا حادا ثم ارتفعت اليوم، برأيك ما هي العوامل التي تؤثر على سوق النفط وبطبيعة الحال تؤثر بالتبعية على الأسعار؟ الآن عدة عوامل تؤثر على أسعار النفط، وأزيد على ما تفضلت به بأنه أيضا بعد الارتفاع الذي حدث صباح اليوم هنالك هبوط قبل ساعتين تقريبا بعد أن صدرت بيانات مخزونات النفط الأمريكية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بارتفاع المخزونات الولايات المتحدة بنسبة كبيرة قرابة 7.9 مليون برميل. الآن هذا الارتفاع والانخفاض التذبذب في أسعار النفط نتيجة تأثير العوامل المجتمعة المؤثرة على أسعار النفط، أهمها المخاوف من الركود الاقتصادي العالمي، اتجاه الفيدرالي الأمريكي كرفع أسعار الفائدة اليوم وبعد ساعات سيصدر من القرار من الفيدرالي قرار إما بتثبيت وهذا المتوقع سعر الفائدة دون إجراء أي ارتفاع أو إجراء رفع بسيط، طبعا هذه بنسبة بسيطة متوقعة، لكن من العوامل التي تؤثر على أسعار النفط مثل هذه العوامل: نمو الاقتصاد الصيني، الأحداث الجيوسياسية في العالم، ركود الاقتصادي الذي مخاوفه ربما تصل إلى الاقتصاد الأوروبي، الاقتصاد الأمريكي، قيادات كبرى مستهلكة كبار مستهلكين كبار للنفط مثل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك للنفط في العالم، فهذه العوامل المجتمعة تؤثر على سعر النفط. بالإضافة طبعا من أي زاوية تؤثر دكتور؟ يعني الولايات المتحدة الأمريكية والترقب لأسعار الفيدرالي اليوم وقرارته، وأيضا بالنسبة للصين حيث ستعلن عن البيانات الحكومية الاقتصادية، بأي درجة يمكن أن تؤثر الولايات المتحدة تحديدا والصين؟ نعم صحيح، أي نشاط اقتصادي إضافي في العالم يعني مزيد من الطلب، أي انخفاض في النشاط الاقتصادي العالمي يعني انخفاضا في الطلب على النفط، إذا ما رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة يعني هذا مزيدا من الركود في الاقتصاد العالمي، مزيدا من الإحباط، من تقليص السيولة في الأسواق وانخفاض في النمو الاقتصادي العالمي خاصة في الولايات المتحدة وأوروبا، وأيضا غدا المركز الأوروبي سيرفع سعر الفائدة، هذا يعني أن هنالك الطلب على النفط سينخفض. في الصين وهي أكبر مستورد للنفط في العالم، إذا ما ارتفع النشاط الاقتصادي هناك وهذا يعني واضح بعد رفع القيود لكن ليس بالدرجة المأمولة، فسيرتفع الطلب على النفط في الصين. الصين استوردت في الشهر الماضي أكبر كمية تاريخية في من النفط، أكبر استيراد في تاريخها. هذا يعني مزيدا من الاستيراد في النفط. طبعا كنت أود إضافة نقطة، المعروض في الأسواق أيضا مهم، وهذا تتحكم فيه الأكبر منتجين النفط في العالم التي تتحكم في 40% من احتياط العالم، 60% من تجارته في العالم، وهي أوبك بلس، وقد أجرت تخفيضات غير مسبوقة قبل في بداية الشهر الحالي، قبل غير مسبوقة منذ 3 سنوات منذ كورونا، أجرت تخفيض إضافي على إنتاجها، تخفيض طوعي، ووضعت خطة طويلة المدد حتى نهاية العام 2024. نعم. وهذا أيضا مع كل هذه الإجراءات، طبعا أيضا السعودية أجرت تخفيض طوعي إضافي، صحيح، يعني يبدأ تنفيذه من الشهر القادم. مع كل هذا ضغوط الاقتصاد العالمي، الضغوط على الاقتصاد العالمي، 10 مرات الفيدرالي رفع سعر الفائدة. مع كل ما تشير إليه دكتور، جولدمان ساكس تقول إن تخفيضات أوبك قد تدفع النفط إلى نطاق $90،
هل تتفق مع هذا التوقع؟ يعني دائما المؤسسات البنكية ربما لها أهداف أخرى من التوقعات في أسعار النفط. جولدمان ساكس دائما يعني توقعاته مرتفعة لأسعار النفط، كان يتوقع 99 دولار في بداية العام أو أكثر من 100 دولار في أحد توقعاته، كان يتوقع 200 دولار للبرميل. فأعتقد أن التوقعات الآن مبالغ فيها مع الأسعار أو مع النشاط الاقتصادي الحالي. سنرى ذلك في اتجاه الفدرالي الأمريكي، في اتجاه التضخم في الولايات المتحدة، في اتجاه أسعار الفائدة في العالم، وإلى أين سيذهب الاقتصاد الصيني. لا نستطيع أن نقول أنها بعيدة رقم 90 دولار لسعر برنت، إلا أنه مع الأوضاع الاقتصادية الحالية في العالم، الموفور من النفط الروسي والنفط الإيراني في الأسواق العالمية، أعتقد أنه هذا الرقم ما زال بعيدا. طيب في أي منطقة يمكن أن تتحرك الأسعار وفقا للمعروض ووفقا للمخزونات الموجودة ووفقا لقرارات أوبك بلس؟ دكتور، ما هي مساحة التحرك في الأسعار تقريبا بتوقعاتك؟ نعم، الآن الصورة مختلطة، هناك حديث عن ربما، طبعا بعد بعض التسريبات لم تؤكد بعد، عن ربما اتفاق يجري الآن ما بين الولايات المتحدة بوساطة معينة بينها وبين إيران على محاولة وضع اتفاق جديد للسماح لإيران بتصدير نفطها مقابل عدم تخصيب اليورانيوم أكثر من 60%. هذا ربما سيوفر مزيدا من نفط الأسواق، سيعارض خطوة أوبك بلس التي من خلالها قلصت الإنتاج. إيران ليست من الدول التي يسعى عليها قوانين تخفيض الإنتاج في أوبك بلس، هي وفنزويلا وليبيا، وبالتالي هذا يخالف ويحبط جهود أوبك بلس في موازنة أسعار النفط وبالتالي رفعها. طب دكتور عامر، عدة عوامل. تفضل. يعني أخيرا دكتور، حين تحدثنا عن جولدمان ساكس وتوقعاتها للأسعار، قلت أنه هذه المنظمات والبنوك بتتوقع أو تبالغ في تقديراتها، هل من تفسير لهذه المبالغة برأيك؟ نعم، أحيانا تدخل هذه البنوك في تجارة في سوق المال، في مضاربات على أسعار النفط، ولها مصالح معينة في هذه التوقعات. دائما توقعاتها بالذات بشأن أسعار النفط غير شفافة للغاية. أنا أشكرك شكرا جزيلا دكتور عامر الشوبكي، مستشار الطاقة الدولية، متحدثا إلينا من العاصمة الأردنية عمان. شكرا جزيلا لحضرتك. إلى قطاع التكنولوجيا، وفي وقت يزداد فيه اعتمادنا على الخدمات المالية الرقمية، تضاعف عدد الهجمات السبرانية 3 مرات على مدار العقد الماضي. وفي النصف الأول من العام 2023 كان هناك نحو 11.5 تريليون دولار خسائر للهجمات السبرانية عالميا، وكان النصيب الأكبر من هذه التهديدات في قطاع الصناعة التحويلية والقطاع المالي بنسبة 25%، شكل نحو 20% من الهجمات السبرانية ثم باقي القطاعات، وذلك على مستوى العالم. وبلغت الخسائر 8.4 تريليون دولار في العام 2022، وتصل إلى 24 تريليون دولار في العام 2027. ما خطورة تصاعد الهجمات السبرانية على القطاع المالي العالمي؟ هذا مشاهدينا ما سنتعرف عليه من ضيفنا الآن من بيروت، الأستاذ عامر طبش، وزير مستشار شؤون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. أهلا بحضرتك يا فندم. مرحبا، مساء الخير لك وللمشاهدين. نتحدث عن 11 تريليون دولار خسائر نتيجة للهجمات السبرانية خلال 6 أشهر فقط. ما هي الهجمات الإلكترونية الأكثر شيوعا على القطاع المالي؟ لأنه ربما هذا القطاع غير مفهوم أو معروف بشكل واضح، كيف تكون فيه الهجمات السبرانية؟ الهجمات السبرانية بقطاع المال ممكن تتعدد الأوجه تبعها. خلينا نقول بمرحلة ممكن الهجوم على البورصة والبورصات بالبلاد اللي موجودة، الهجوم على المصارف حد ذاتها، الهجوم على منصات الدفع الإلكترونية، عمليات تهكير للدفعات الإلكترونية، كل هدول الأمور تعد ضمن باقة الهجمات السبرانية. مثلا المصارف ممكن تعطيل خوادم المصارف
وبالتالي تسببها بخسارات كبيره بسبب عدم تنفيذ الترانزاكشنز مثلا شيء خاصه بالبطاقات الدفع المسبق، الكريدت كارد، الديبت كارد وغيرها. منصات الدفع الالكتروني ممكن تعطيلها وبالتالي توقف كمان عمليه الدفع من بسبب خسائر كثير كبيره. فينا كمان ننتقل لمحلات اللي بيتم فيها سرقه فعليا بسبب الهجمه السيبرانيه، عمليات سرقه لاموال معينه من ضمن عمليات ترانزاكشنز معينين. فاليوم بالقطاع المالي تتعدد العمليات وكل هدفها هو الخسائر او التعطيل لعده اسباب. طيب أستاذ عامر، يعني ما تشير إليه حضرتك هو تأثير واضح وملموس على أعمال البنوك والمؤسسات والشركات، وهنا السؤال الذي يطرح نفسه، هل هذه الهجمات تضعف وتقلل من أرباح البنوك وربما تهدد بشكل أو بآخر مسألة الاستقرار المالي ليس فقط على المستوى الإقليمي أو المحلي لكن على المستوى العالمي؟ هي تكاد أن تكون كارثية. يعني اليوم خلينا نحكي شوي بمبدأ الفعل للبنى التحتية المالية العالمية. اليوم عم ننتقل نحن من الأوراق النقدية إلى العمليات الإلكترونية، يعني إلى الدفع الإلكتروني، وعم ننتقل من عمليات الدفع الإلكتروني المحلي كمان بمرحلة أكبر إلى عمليات الدفع الإلكتروني عالميا. وبالتالي اليوم مثلا مستخدمي أجهزة هواتف أبل مثلا عندهم اليوم ما يعرف بالأبل باي، و 90% من عمليات الدفع يلي عندهم تكاد حتى ما نقول 100% هي إلكترونية. فخلينا ناخذ هالسيناريو ونقول انه اليوم اي تعطيل لاي عمليه دفع الكترونيه حتعود بالخسائر بشكل كثير كبير على المصرف يلي عم بيقود هالعمليات هيدي، على التاجر يلي بده يقبض من هالعمليه هيدي، واكيد على المستخدم او الزبون يلي عم بيدفع. صحيح. فاليوم هالمثلث هيدا لما بيتضرر عم بيشل عملية الدفع والقبض وتحويل الأموال بشكل كتير كبير، وبالتالي رح تأثر على العمليات الدفع المحلية وتسبب خسائر كتير كبيرة، وحتأثر على عمليات الدفع الإقليمية أو الدولية كمان. صحيح. بنفس الوقت. فبالتالي الضرر اليوم من هالهجمات هيدي مش بس بقى مربوط محليا، لأنه ما عدنا نحن عم نشتغل بعملة ورقية، عم نشتغل بعملات إلكترونية. وكل ما امتد تأثير هالعمليات الإلكترونية وهالعمليات الدفع أو هالترانزاكشنز كل ما كبروا أو كل ما بعدوا عن البلد اللي فيه، كل ما تأثروا أكثر وأكثر بالهجمات السيبرانية. طيب كما تعلم أستاذ عامر أن هذه الهجمات الإلكترونية تمثل يعني أكبر مصدر للقلق بالنسبة تحديدا لهذا القطاع، مديري المخاطر وغيرهم من المسؤولين التنفيذيين في المؤسسات المالية بالتحديد. صناعة تأمين المعلومات تتطور، هل يمكن مع هذا التطور في صناعة تأمين المعلومات أن تتراجع يعني ربما حدة هذا القلق، أم ربما أنه في المقابل هناك الهجمات السيبرانية أيضا يتقدمون وتتزايد المخاطر أيضا؟ تطور الدفاع الإلكتروني يوازي تطور الهجمات السيبرانية بالوقت الحالي. خلينا نحكي اليوم عن كلمة هجوم، كلمة حرب. اليوم الحرب التقليدية بتكلف التريليونات من الدولارات، بينما الحرب السيبرانية ما بتكلف أموال طائلة، بتكلف خسائر كتير كبيرة بس رسمالها المعدات المستعملة. فبالتالي اليوم الحروب السيبرانية والحروب الإلكترونية أرخص بكتير من الحروب التقليدية. فإذا بدنا ندمر اليوم اقتصاد بلد معين إذا مبني على الدفعات الإلكترونية وصار شبه منتهي من العمليات الورقية، أكثر شيء اليوم أرخص شيء ممكن عمله هو هجمة سيبرانية تشل البلد إذا متاحة هالهجمة. فعمليات تطوير الدفاع السيبراني توازي عمليات تطور عملية تطور الهجمات السيبرانية. نعم. فمش هيك، من هون نحن منروح على هذا الموضوع بسرعة لعملية ميزان بين تكلفة الدفاع السيبراني وبين تكلفة الهجوم السيبراني. آخر النهار رح يكون وسائل دفاعية، يعني رح نقدر نحن تديبلوي، رح نقدر نطبق وسائل دفاعية
السؤال بيكون هون قديش بتضاين هالوسائل الدفاعية مع تطور الوسائل الهجومية. ممكن الوسائل الدفاعية تريحنا صار شهرين ثلاثة عشرة، بعدين حيبين في ثغرة بسبب أبديت للسوفتوير، بسبب ضعف بهاردوير معين. نعم. رح يبين في ثغرة ومن هالثغرة رح يتم في هجمة إلكترونية جديدة على أن يتم تسكير هالثغرة هيدي بفترة لاحقة. إذن أستاذ عامر، على المستوى العالمي هناك استثمار في مجال أمن الطاقة. السؤال هنا على المستوى العالمي، ما هو حجم يعني الإنفاق في هذا القطاع مقارنة بالناتج الإجمالي المحلي عالميا؟ متفاوت جدا. نحن اليوم ما فينا نحكي أرقام بهذا الموضوع أو نعطي أرقام غير متفاوت بالنسب تقريبا جداً. بالنسب حسب كل بلد وقديش عملية إدخال أو خلينا نقول قديش عملية تعمق الاتكال على التجارة الإلكترونية والدفع الإلكتروني. اليوم متفاوتة الأرقام. في بلاد وصل فيها استعمال الدفعات أو الترانزاكشن الإلكترونية أو عمليات البيع عن طريق الإنترنت إلى ما يقارب 80% مقارنة باستعمال العملة الورقية. نعم. بالتالي هون معناته لما بنحكي على penetration بقيمة 80% عم نحكي كمان أكيد على استثمار ما يقارب دبل هذا الرقم، يعني ما يقارب 160% استثمار بعمليات تطوير البنى التحتية للدفعات الإلكترونية وأكيد تطوير عمليات الحماية لها. نعم. فاليوم العائدات المالية بتقر على أساس قديش نحن عم بيكون في دريفن لهالترانزاكشنز هيدولي على الانترنت، ومقابلة قديش عم بيكون الانفستمنت يلي عم ينحط لزيادة هالترانزاكشنز هدول أو لزيادة العمليات إن كانت دفع شراء بيع يلي هو أي تحويل أموال دفع فواتير يلي هو. طيب أخيرا في غير القطاع المالي، ما هي القطاعات الأخرى الأكثر استهدافا من الهجمات السبرانية؟ فرصة أن أتعرف من حضرتك وأنت الخبير في هذا الشأن معنا. أكيد اليوم عندنا القطاعات الأمنية، عندنا قطاعات الاتصالات أكثر شيء عرضة كمان. هلا بنحكي عن القطاعات الأمنية كيف هي عرضة. قطاع الاتصالات يتعرض لهجمات سبرانية بشكل دائم ويومي، خاصة مقدمي خدمات الانترنت بالبلاد يلي موجودة. في عندك الديدوس أتاك، في عندك الهجمات من ضمن الثغرات اللي ممكن تكون مفتوحة داخل أجهزة اتصال بالانترنت مثل الراوترز أو اللابتوبس. كل هيدا الهدف منه إذا فينا نقول يمكن ما في أهداف هون عائدات أرباح مالية، بس اليوم الهدف منه التخريب. في عنا الهجمات اللي بتوصل للمستشفيات، هجمات السيبرانية اللي بتعطل المستشفيات، وبعض الأحيان ممكن أخذ المستشفى كرهينة دفع بدل المادة لفك الهجوم على هالمستشفى ليقدر يرجع يستعمل معداته. في عنا الهجمات اللي تعرضت لها عفوا الحواسب الكمبيوترات من فترة، تتعرض هالأجهزة هيدي لعملية إطلاق، يعني هجوم سيبراني بسكرها، وإذا بدك ترجع تفتح اللابتوب أو الكمبيوتر ديسكتوب واسترجاع الملفات بدك تدفع بدل مالي. بقطاع الأمني الهجمات السيبرانية أكبر وأكبر، لأنه اليوم في بلاد اليوم عم تتبع حروب باردة بمعنى سيبرانية إلكترونية بين بعضها إذا ما في حروب بشكل مباشر. اليوم بين روسيا وأوكرانيا في عنا الحرب مباشرة، حرب عسكرية تقليدية، ولكن تتضمن الكثير من الهجمات السيبرانية والإلكترونية لتعطيل عدة أمور عم نحكي بالطرفين. صحيح. في كان هجمات سيبرانية بين أمريكا وروسيا مباشرة كم سنة لورا، في هجمات سيبرانية بين الصين وأمريكا وبلاد أخرى عم تكون، عم نحكي نحن هون على صعيد بلد لبلد. نعم. ممكن يكون في هجمات سيبرانية من داخل بلد معين، مش على صعيد الدولة أو على البلد أو على جهاز أمني، من أفريقيا من هالبلد هيدا ضد بلاد تانية أو مؤسسات تانية. فاليوم بكل القطاعات فعليا في عنا بنشهد لها هجمات إلكترونية، وهي اليوم بظل عم تتطور أكثر وأكثر
إن كان عملية الهجمات أو المعدات المستعملة فيها. شكرا جزيلا من بيروت الأستاذ عامر تباش مستشار شؤون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، شكرا لك. في القاهرة الإخبارية مشاهدينا الكرام عاصمة الخبر نواصل المراقبة مع ضيوفنا ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم. تترقب أسواق المال العالمية بعد قليل الإعلان عن أسعار الفائدة الأمريكية وسط توقعات بالتثبيت دون تغيير للمرة الأولى منذ بداية التجديد النقدي في شهر مارس عام 2022. متابع. للمتابعة والقراءة والتحليل في هذا الموضوع انضم إلينا من دبي كبير استراتيجي الأسواق في بي دي ساوز مينا السيد مازن سلهب. مرحبا بك أستاذ مازن بداية. مرحبا أهلا وسهلا فيك، شكرا جزيلا. سيد مازن، معظم التقارير وكل التوقعات تتحدث عن التثبيت، لكن هل يمكن أن يتخذ الفيدرالي الأمريكي قرار يفاجئ السوق المصرفية العالمية؟ من الواضح تماما أن التوقعات في الأسواق العالمية أصلا تم بناؤها على كلام الفدرالي الأمريكي سابقا، وبالتالي طالما أن الفدرالي الأمريكي قال سابقا أنه قد يخفف من عملية رفع الفائدة بالاعتماد على البيانات، فمن الممكن أن نرى وقفا لرفع الفائدة. لماذا؟ لأن التضخم الأمريكي تراجع إلى 4% تقريبا في الشهر الفائت، يعني عندما منذ عام كامل كنا نتحدث عن 9%، اليوم 4%. ولكن الحقيقة هذه ليست المشكلة الحقيقية، المشكلة الأساسية في نقطتين. أولا، التضخم الأمريكي كعنوان عريض فعلا هو يتراجع من 9 إلى 4%، ولكن التضخم الأمريكي في قطاع الخدمات والإسكان والمنازل لا يتراجع، هذا أولا. ثانيا، ليست مهم أن يصل التضخم الأمريكي إلى 4%، المهم ما هي تبعات قرار الفدرالي الأمريكي في المرحلة القادمة. فلو افترضنا جدلا أنه قد يوقف رفع الفائدة في اجتماع حزيران الحالي، ماذا سوف يفعل في الاجتماع القادم في تموز القادم؟ يعني حقيقة أنا أتوقع بأنه اليوم إذا الفدرالي الأمريكي يقوم بإيقاف الفائدة في هذا الشهر ثم يقوم برفع في الشهر الفائت، لن يكون مقنعا كثيرا للأسواق. فبالتالي إما أن يقوم برفع الفائدة لمرة واحدة أخيرة، أو أن لا يقوم برفع الفائدة بشكل أو بآخر ويتم إيقاف هذه السايكل. لأن الفدرالي الأمريكي عندما يصل إلى 4% تضخم، هناك نقطة جدلية حقيقة ولا أحد يستطيع الإجابة عليها في الوقت الحالي. لماذا يصر الفدرالي الأمريكي أصلا على إبقاء التضخم الأمريكي كهدف عند 2%؟ اليوم التضخم عند 4. أعتقد أن المخاوف الحقيقية هي أن الفدرالي الأمريكي عندما يجبر الاقتصاد على الوصول إلى 2%، سوف يكون الضحية
هو النمو الاقتصادي وبالتالي الوصول إلى ركود. هذا هو التحدي الحقيقي في النصف الثاني من 2023. هو ما يؤكد كلام حضرتك سيد مازن أنه في مسألة حتى في هذا الاجتماع وإن ثبت الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، لكن بعض التقارير أيضا تقول أنه الباب ما زال مفتوحا في الاجتماعات القادمة أنه ربما يرفع، ويقولون في هذه النقطة تحديدا أن هذا متصل بالأوضاع الاقتصادية وحسب تطور الأوضاع الاقتصادية، وبالتالي ليس معنى التثبيت إن حدث هذه المرة أنه سوف يستمر. صحيح، هذا الكلام صحيح ما فهمه، لأن هناك كلمة دائما طالما الفيدرال الأمريكي كررها سابقا، السياسة المتكيفة. وحتى لو أن الفيدرال الأمريكي قد أزال كلمة السياسة المتكيفة من بياناته السابقة، هذا لا يعني أنها انتهت بشكل أو بآخر. من غير المعقول أن يقوم الفيدرال الأمريكي بفرض سياسة نقدية تؤذي الاقتصاد إذا كان الاقتصاد يتراجع. لن يغامر الفيدرال الأمريكي حقيقة سياسيا أو اقتصاديا بأن يجر الاقتصاد الأمريكي والعالمي إلى ركود في نصف الثاني. وهذا تأكيد لكلام حضرتك بصراحة، لأنه يمكن تماما أنه إذا تم إيقاف الفائدة في هذا الشهر قد يتم رفعها في الشهر القادم. صحيح. يعني بيانات شهر واحد من بيانات التضخم أو بيانات سوق العمل الأمريكي القوي حاليا لا يمكن بالتأكيد الحكم عليه بالنصف الثاني من 2023. ولذلك أعتقد بأنه اليوم الفيدرال الأمريكي حقيقة، يعني نحن نتكلم ونحلل، ولكن حقيقة القرار ليس سهلا أبدا. التحدي الآخر هو أنه تخفيض التضخم يلزمه تخفيض أسعار الأصول. ولكن المشكلة أين؟ المشكلة أن الأصول في أمريكا الأسد، أسعار الأصول الأسد برايسز لم تتراجع، بالعكس المؤشرات الأمريكية تواصل ارتفاعها وخاصة في مؤشرات التكنولوجيا، وهذا يعني أن أسعار الأصول لم تتراجع. صح أن الأقراض ربما تأثر سلبا وأسعار المنازل بدأت تتراجع، وأيضا مستويات الإنفاق السبندينج في أمريكا قد تتأثر، ولكن التضخم في الخدمات مرتفع. فإذا حقيقة هو سلاح ذو حدين، لأنه إذا رفع التضخم، إذا رفع الفائدة قد يجبر الاقتصاد على الدخول في ركود، وهذا ربما يكون أسوأ الخيارات في الوقت الحالي. أشرت لنقطة مهمة في الواقع سيد مازن، وهي مرتبطة بسؤال كان يجول بخطيري، مسألة تأثر الاستثمارات بانتهاء رفع حملة أسعار الفائدة. أنت تقول إنه تارجت الفيدرالي الأمريكي الآن الوصول إلى يعني أو الاقتصاد الأمريكي تضخم 2%، وربطت بين هذه النسبة وبين فكرة التأثير على النمو الاقتصادي. فهل فعلا إن استمر الفيدرال الأمريكي بسياسة التثبيت سيؤثر ذلك بشكل مباشر على الاستثمارات؟ صحيح، هذا الإجابة عليه يجب أن نرى أن نقيس ما هي العوامل أو ما هي القطاعات التي أصلا تحقق نمو في الاقتصاد الأمريكي. فإذا اعتبرنا أن 70% من الجي دي بي الناتج المحلي الأمريكي هو يعتمد على المستهلكين، من المستحيل ومن الصعب أن يستمر المستهلك الأمريكي بمستويات الإنفاق طالما أن الأسعار ترتفع وطالما أن التضخم استكي، أي أنه عنيد لا يتراجع بسرعة. رفع الأجور هذا ربما يعني حقيقة موضوع جدلي، لأن رفع الأجور سوف يؤدي إلى الدخول في حلقة مفرغة من رفع التضخم مرة أخرى. وبالتالي أعتقد بأنه اليوم التحدي الكبير في الوقت في المرحلة القادمة في 6 شهور الجاية هي الرهان على المستهلك الأمريكي أن يبقى سوق العمل جيد. إذا بقي سوق العمل جيد في المستويات الحالية دون أن ترتفع البطالة، ربما قد نرى يعني خلينا نحكي شوفت لاندي أو ربما تراجع بسيط، لن ندخل في ركود كبير في النصف الثاني. ولكن أعتقد بأنه التحدي الكبير أنه إذا بقيت أسعار الفائدة مرتفعة مع هذا التراجع ربما عموما في أداء الاقتصاد العالمي، وهذا ما نرى في أوروبا وما نرى في الصين، فهذا ربما يكون أسوأ الخيارات هي أن نكون في تضخم بسيط في المرحلة القادمة في النصف الثاني من هذا العام. هذا بالتأكيد سوف يؤدي إلى التراجع في مستويات الأسعار، ولكن ربما هذا يكون ربما السيناريو الأسوأ الذي قد نلجأ إليه في النصف الثاني من 2023، لما لو بقيت أسعار الفائدة، لأن الأسواق تشعر أن الأسعار أو أن الفائدة سوف تبقى مرتفعة نسبيا، لا تبقى عند 5.25 أو 5.25، ولكنها سوف لن تتراجع عن 4% في 2024. أنت أشرت في إشارة سريعة منذ قليل إلى مسألة تقلص الإقراض بعد 10 مرات متتالية من الرفع سيد مازن بدءا من مارس العام الماضي، كيف ترى التأثير على السوق الأمريكية؟ هل فاقمت من تدهور الاقتصاد خاصة كما تعلم بعد إفلاس المصارف في الفترة الأخيرة؟ وأربط هنا بين ما أشرت إليه بين هذا الإفلاس وبين تقلص الإقراض. صحيح، هذا سؤال مهم جدا، لأن الأداء لم ينعكس في مؤشر مثلا الناس تاكو في مؤشر التكنولوجيا الذي ارتفع بأكثر من 35% في 2023.
ربما نرى التأثير منطقي أكثر في مؤشر داو جونز وأس أم بي، هذا من جهة. من جهة ثانية هذه الإفلاسات، هذه الإفلاسات التي حدثت في البنوك أعتقد بأنه بجزء كبير منها ليس الفدرالي مسؤول عنها بشكل أو بآخر بشكل مباشر، لأن المسؤول عنها هي هذه الإدارات السيئة التي ربما لم تقدر مستويات المخاطر مع رفع الفائدة، بمعنى بنت البزنس موديل النموذج العمل بنته على أسس هشة وضعيفة نسبيا، وكان ما وحصل ما حصل في الفترة الماضية. وبالتالي يوم الرهان في المرحلة القادمة، هل يستمر مؤشر ناسداك أو المؤشرات الأمريكية بهذا الأداء؟ حاليا صح أن مؤشر اس ام بي ارتفع من أدنى مستوياته في أكتوبر الشهر العاشر أو تشرين الأول الماضي، ولكن حقيقة هو على أساس سنوي لا يحقق مكاسب، والمكاسب التي تم تحقيقها تم بناؤها على 7 شركات. فهل يا ترى الاقتصاد الأمريكي يتم فعلا بناؤه على أساس 7 شركات؟ لذلك الرهان الآن على أن مؤشر ربما داو جونز قد يكون أكثر منطقية. ما يقلقني في المرحلة الحالية هي الفالويشن، هذه التقييمات الهائلة الكبيرة في المؤشرات الأمريكية، والتي قد لا تكون لها تبعات جيدة في المرحلة القادمة. مازن سلهب كبير استراتيجي الأسواق في بي دبليو ساوز مينا، أشكرك شكرا جزيلا لكل هذه الإضاحة، شكرا لك. إذن مشاهدي الكرام، هذه هي نهاية المراقب من القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر. في الختام تقبلوا تحياتي محدثكم ياسر رشدي، في أمان الله، إلى اللقاء.